كان اليوم هو يوم اللقاء، أسرة ونيس في انتظارنا. تجمعت الأسرة لاستقبالنا، وكذلك الجيران والأقارب. عدت أنا وابنتي جهاد سالمة وبعافية إلى مصرنا التي نتمنى لها أن تكون مثلها. كان اللقاء مزلزلاً بالمشاعر والدموع في العيون، دموع الفرحة. هكذا نحن نلتحم ونتكاتف عند المحن، وعندما تزول يتفرق كل منا في طريق، كما لو كنا ننتظر محنة أخرى كي نتجمع. بعد فرحة اللقاء لاحظت فرقة الأبناء. كانت مثل المرض الخبيث الذي أصاب جسد ابنتي جهاد، وقد شفيت منه، فهل يشفى منه مجتمعنا؟ أجيال متعاقبة مختلفة تجمعها أسرة ونيس، من الأجداد والآباء والأحفاد. كان يربطهم التمسك بالقيم والأخلاق، ويقويهم الانتماء، ويميزهم الرحمة والتراحم بينهم. ماذا حدث لنا؟ هل تفكك الأسرة نتيجة تفكك المجتمع؟ أم أن تفكك المجتمع وتحوله إلى أطياف وألوان هو سبب تفكك الأسرة؟ أنا خلصت مراجعة القضايا كلها. كويس. أنت رجعت مسكت المذكرات؟ طبعاً، أكيد عندك حاجات كتير عايز تسجلها. كان زمان لي فايدة، كنت بخلي ولادي يقروها وأحفادي يستفيدوا منها، إنما دلوقتي لا حد بيقرا ولا حد بيتعظ. واللي انت كتبته بقى مخلي وشك مكرمش كده، عن احوال البلاد ولا الابناء والاحفاد؟ ما تفرقش يا شيراز، دي حاله عامه. انا بالنسبه لي انا عندي احساس ان العقد بيفرط. لا بقول لك ايه، ما تسخنليش. الحمد لله بنتك جهاد بقت كويسه، ولو هتكون بعد ما رجعت من امريكا بتعمل مقارنه بين هنا وهناك، طبيعي هتكتئب. ده انا حسدت البلاد اللي كنت فيها حسد، نقيت وقريت عليهم قر. بصراحة اتغصت وغيرت، لأن مصر على الأقل تستحق تبقى زيها. بس أنا اكتشفت إن العباد هم اللي بيصنعوا عظمة البلاد. لا ما توصلش للعباد كلهم، خلينا في الأبناء والأحفاد. الأبناء والأحفاد هم جزء من العباد. أنا طول عمري مؤمن بأن قيمة الفرد في إيمانه، أخلاقه، في قيمه، في علمه، وفي انتمائه،
والفرد هو قوام الأسرة، والأسرة هي عماد المجتمع. بصراحة دلوقتي الأسرة بقت مقسومة نصين، شباب وعواجيز، والاتنين مش فاهمين بعض، رافضين أسلوب بعض، مش طايقين بعض. وأنا مش هسكت، لا يمكن اللي بنيته في ولادي وفي أحفادي هسيبه يتهد. مهما كسبنا ومهما كسبه لا يساوي شيء جنب الانفلات الأخلاقي. احنا محتاجين ثورة أخلاق. مفيش فايدة أيها الأب الجميل، أنت من جيل وهم من جيل، وهم ليهم الحرية والاختيار. أنا سبتهم ينزلوا البحر ويفتح الشط بعيد أبص عليهم، مش هستنى بقى لما يغرقوا، مش هستنى لما يبقوا في القاع. اخس عليهم، اخس اخس. ما تبكوش على اللي خابت زرعته، ابكوا على اللي خابت ذريته. هما السبب يا اخويا، هما اللي ظنوا في ابوهم وخلوني اظن فيه. شاكيرة انت بتولع الدنيا وبعد كده بتندمي. وانا ذنبي ايه يعني؟ انا مش فاهمه ليه ما قالوليش ان جهاد عيانه؟ ليه ونيس لما عرف ما قاليش؟ انا صعبان عليا زكريا قوي، كل اللي عمله ضايقنا منه لانه ما كانش يعرف. اهو زكريا ده هو السبب، هو يا حبيبتي اللي ولع الدنيا. خلاص خلاص خلاص، حصل خير. ونيس راجل طيب اهو، سامحك خلاص. بس هو راجل رزيل يعني، بدقته ومواعيده وانضباطه. تصوري لما كان رئيس حي ونائب محافظ، لما كنت انا محافظ، قدم استقالته عشان مراته ميسى الله يرحمها حبت تشتري ارض من المحافظه. تشتري مش تاخد. نفسي اقابل راجل زي انكل ونيس، هفضل وراه لحد ما اتجوزه. يا دي الشيلة يا دي الحاطة، رحتي على جمل ورجعتي على قطة. بمناسبة القطة الشيرازي، شيراز دي أنا مش طايقاها عشان ما قالتليش إنها مسافرة له عشان تساعده. بقولك إيه، ابعدي أنت وشيراز عن ونيس من دول، هيبقى ملخوم معايا. أنا عايزه طول الفترة اللي جاية، عندي مهمة خطيرة تهم البلد. أنا ماشي دلوقتي عشان عندي مؤتمر مهم. بقولك إيه يا باهر، عملت لنا ايه في الفلوس اللي واقفه دي؟ ما هي القضيه عند ونيس. خدي بالك انا الايام اللي جايه هحتاج منك قرشين سلف. مني انا؟ يا منتظرة السمنه من النمله، عمرك ما هتشمي ريحه التقليه. اعملي معروف، اعملي معروف، انا مش عايز امثال، انا عايز فلوس. وسع 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 وسع، الاميره جهاد نورت البلاد. بابا انا مش قد الدلع ده كله. بابا نزلني يا ماني، نفسي اتدلع. نزلها وشني يا بيه. طب ونزلها ليه؟ ماشيك معايا عصفورة. ربنا يسعدك يا ونيس ويخلي بيتك دايما كله فرح. ايه الشغل ده بقى يا انكل؟ انت بتحرجني كده، لازم اشيل جهات كل يوم. وماله، ما تشيلها، كفر عن سيئاتك. شفت يا جاد عملت البيت بقى جوه فرحة ازاي؟ وانا اجي ايه جنب اعظم اب واحلى ونيس في الدنيا. رياني رجعنا تاني لمدرسة القرع المباشر. هو أنا يعني كان لازم معايا عشان أعرف إنك بتحبيني أكتر من أخواتي؟ كنت دايماً بغير من هدى وبحس إنك بتحبها أكتر مني. معقولة جد؟ أنا نفس الحكاية، بحس إن ونيس بيحب نادر أكتر مني. النصيدة خايف أدخل المكتب عليه في يوم ألاقيه شايله وبيهزتكوا. والله أنا عايز أرتاح منكوا أنتوا الاتنين يا عبد الله. والموظفة الجديدة الحقيقة اللي هي الصنافورة عمود الفحم اللي توظفت فجأة كده في المكتب عندي. تقصد دارونا يا ونيس؟ والله وشها حلو على المكتب دي، القضايا ورا ضعن. يلا يا ولاد خلصوا فطار بسرعة عشان تنزلوا المدرسة. لا لا كملوا فطار، لسه في الطابور. عملت ايه مطوع في اللي طلبته منه؟ لسه بدور يا معتزة. اصلا انا بصراحة بقى مش عايز اجيب لك حاجة مسروقة. ايه؟ ولا حد يفوقني، حد يقول لي انا سمعت صح ولا غلط. انت قلت مسلوقه تقصد البيضه ولا مسروقه؟ اصل معتزه عايزه عربيه مستعمله، ابقوا اتفقوا وقولوا لي. عربيه ايه يا معتزه؟ لا ما تستعجليش، بلاش القرارات السريعه دي والمفاجاه. انت ليك عندي فلوس بدل العربيه اللي بعتيها، ان شاء الله انا هجيب لك عربيه.
يا حبيبتي يا معتزة، مش عارفة أشكرك إزاي على اللي أنت عملتيه مع بابا. هو أنت كده ما يتبلش في بقك فولة؟ طب أنا كمان هبل الفولة اللي في بقي. أنا كنت عايزة العربية دي عشانك يا ونيس. أنا اللي هجيب العربية هدية مني لونيس. حلاوة ما جهاد قامت بالسلامة. طب وليه كده؟ ما نلم كلنا من بعض ونجيب له عربية. جلازة كروتة، أنتوا هتلموا عليا ولا إيه؟ معقول يا أبويا؟ بلاش كلام فارغ. هو ونيس شحات وأبوه شحات؟ معقولة؟ أنا أبوه وأنا اللي شحاته. امسك يا ونيس مفاتيح العربية الجديدة اللي مستنياك تحت. ألف مبروك يا ابني. مش ممكن حتة سلسلة ذهب؟ لا ده مفتاح عربية بجد. مش ممكن. كفاية يا أبويا، كفاية. أنا بقيت اليومين دول بتأثر بسرعة من أي تاتش لطيف معايا. وأنا جبت لي إيه عنا للفضل؟ هجيب لك توك توك تجره بحمار. وليه حمار يا ابويا؟ ليه حمار؟ عم ضل هو هيجره. يلا احفاد قصه تونيس اجمع. انا بابتي جاب لي عربيه. بابتكو جاب لكم عربيه؟ ايوه الاحفاد، ان ابي الحبيب من جيل وأنا ابنه من جيل آخر، ولكننا لم نفقد في يوم من الأيام الاحترام بيننا. فعليكم أنتم أيها الأحفاد أن تحترموا آباءكم ومعلميكم ومن هم أكبر منكم سناً حتى لو اختلفتم معهم. أيها الأحفاد، إن الإيمان والأخلاق والعلم هم الذين جعلوكم حماة لهذا الوطن ولهذه البلاد. الله، وحشتنا طوابيرك وكلامك الجميل ده يا جدو. اصل احنا عندنا مشاكل مع الكبار. وانا مطلوب ولا ايه امر انا وسلامه؟ قال ايه؟ علشان نطينا من على السور وخرجنا مظاهره. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا هفرحك يا جدو، انا طلبت من كل طالب عندي في المدرسه انه يكتب صفحتين. هو شايف مصر ازاي؟ هايل هايل يا امان. هو ده. اتكلموا اولاد في اللي جاي، بلاش تتكلموا في اللي فات. بس انا اكتشفت اننا شايفين مصر احسن ما انتوا شايفينها. دي مصر كلها بتعزل. اول ما بيحصل مظاهره او اعتصام القهوه بتهوي. طب ليه عفناوي؟ ليه عفناوي؟ ليه ما تعملش قهوه متنقله وتجري بيها تلف ورا المظاهرات والاعتصامات؟ وغلاوتك يا استاذ ونيس حصل. يشغل الواد اخويا في الاعتصامات من ورا المعلم صاحب القهوه، بيلم في اليوم الواحد اكتر من اللي احنا بنجمعه هنا في القهوه في اسبوع. مصر الخير يا ناس. المنتفعون يعترفون. وده اللي انا بدرسه دلوقتي يا ونيس. عدد الباعه المتجولين بقى اكتر بكتير من المشترين، والاشغالات في الشوارع على كيف كيفك ومفيش قانون. انا في برنامجي اللي انا بعمله. برنامج ايه؟ انت بتعمل برنامج زي بنتي هدى؟ انت هتشتغل مذيع؟ اتجننت يا باهر؟ معقوله محافظ سابق؟ ابوس ايدك ما تجيبش سيره محافظ. محافظ سابق يعني فلول، وانا مش ناقص. طب افهم برنامج ايه؟ أنا قررت أترشح لرئاسة الجمهورية بعد ضغوط شعبية طبعاً. هو في حد رشح نفسه لرئاسة الجمهورية إلا لما قال أنا مش عايز؟ والله ما كنت محتاج أرشح نفسي، بس أصل الضغوط الشعبية هي اللي خلتني أرشح نفسي. أنا بلبي نداء الوطن ونداء الواجب. أنت هتقرر عليا يا باهر؟ طب مش لما تطلع على البرنامج بتاعي؟ كل واحد مرشح نفسه وبيقول الكلمتين دول. انا معايا برنامج ممكن اطلع لكم البرنامج. عارف الواد اللي كان بيطلع الترميات وزع هنا معايا بالباغه بتاعت القميص اللي بتطلع جاي الساعه انا في تريم باليا. معايا برنامج. فين البرنامج؟ لا حد شاف برنامج ولا حد فين برنامج ولا حد صدق برنامج. عندك حق. اهو احنا كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده دلوقتي حالا. هي شغلانه. انا رويت ارشح نفسي للانتخابات بعون الله.
وبرنامجي خلصكم من 15 20 مليون. ده شعب يخاف يختشيش. انا حبايبي كتير ولي اصدقاء في كل محافظه، وانا الرئيس القادم وعاوز برنامج خد عنك. ههتم بالتعليم وهرفع المرتبات وهحقق الامن والاستقرار وشقه لكل مواطن وغاز وكهرباء وميه ومدفن. يا سيدي كتر خيرك كتر خيرك. الحاجات دي ماشيه اوكي يعني، بس مفيش داعي المدفن لان ده هيكلف الدوله. ده انا اول حاجه هبدا بها المدفن، لان اللي هيخشه هيوفر عليا كرئيس الشقه والمرتب والكهرباء والغاز والميه. شوف بقى هوفر لمصر قد ايه. يس يس يس. انا قريت عن البرنامج ده وسمعت عنه. برنامج خطوه الافزه الجامده. ده خطوه الرقده الجامده. انت كده يا استاذ هتموت الشعب المصري كله. انا البرنامج الانتخابي بتاعي لو نزلته للناس وانتخبوني صدقني مصر خلال 45 يوم هتقدم للعالم كله قروض. ايه؟ قروض؟ مصر تقدم للعالم كله قروض؟ في 45 يوم نجيب قروض منين؟ نجيب قروض منين؟ ده حتى التكاثر يبقى بطيء، مع ان احنا كل اللي حيلتنا اربع قروض عجزه معفنين موجودين في جنينه الحيوانات. بص بقى يا استاذ، انا هجيب لك من الاخر. انا نويت ارشح نفسي واقدم ورق ترشيح، بس يا ريت يبعدوا عن صحيفه الحاله الجنائيه. هو حضرتك عندك ايه؟ كلها محاضر سرقه عاديه، بس انا توبت ولما هبقى رئيس مش محتاج اسرق. باهر جون، الحق ورشح نفسك، ولو كسبت وبقيت رئيس اوعى اوعى تختار حد من العيال دي نائب ليك. ده شيء طبيعي، ولو ما حصلش كده يبقى في شيء مش مظبوط. انا مش مصدومه في انكم كاخوات متخانقين، لا انا مصدومه اكتر في احساسك ده يا شرف الدين، انك شايفه طبيعي. ما تتصدميش يا جهاد، انت لو كنتي موجوده الايام اللي فاتت كان ممكن تخسرينا ونخسرك. برضو ما تستغربيش يا جهاد، انتوا كل مدى بتعمقوا الخلاف اللي بينكم كده ممكن يوصل للعداء. واه لو انكل ونيس عرف، انا متاكد انه حاسس بشيء غريب بينكم. كل ما يحاول يجمعكم في البيت عنده كل واحد يستنى التاني ينزل علشان هو يطلع. مفقوسه قوي. اخواتك عز الدين وهدى اتغيروا، متضايقين مني عشان كنت في صف ابويا ضد ظنهم فيه وفيكي وانت عيانه. الله الله الله، انت هتقلب عليا ولا ايه يا شرف الدين؟ طب انا كنت حمار، وحمدت ربنا انه غفر لي ورجع لي احلى زوجه في الدنيا. بصراحه بقى انتوا لازم تحلوا المشاكل اللي بينكم قبل ما انكل ونيس يعرف ويعمل لكم بحاكم تفتيش. وانتوا عارفين لما بيسكت بتبقى دي علامه الخطر. ده اخطر واحد في العيله. شرف الدين مش كده؟ بس جبار. انا مش عاجباني طريقه كلامك يا عز الدين على اخوك. وعجبك قوي اللي عمله فيا هو ومراته؟ تشتكيني في الاوتيل وتلوث سمعتي؟ يا ريت انت بس يا اخويا تحافظ على سمعتك بس في كل حاجه. ها وايه اللي جاب سيره ياسمين بس دلوقتي يا حوريه؟ جرايه يا زكريا، ما جابتش سيره ياسمين يا اخي. بس انت بتاع شهيرة. خلاص بقى يا جهاد، انا كنت بس بغيظك. الدور والباقي على متعهد الحفلات اللي واخدها بجد. ما تحترم نفسك بقى يا زكريا، احترم نفسك. جرى ايه يا عز الدين؟ ما تكلمش اخويا كده. جرى عاجبك اللي بيقوله؟ ايه يا زكريا مالك؟ هو انا مرتشر ليك انت واخواتي؟ لا انا شايفه قدامي ناس تانية. انتوا مالكوا بقيتوا قاسيين قوي كده ليه؟ هي دي تربية بابا ونيس؟ تربية أبوك هي اللي دمرتنا. كل حاجة بالمقاس، كل حاجة بالملي، تحت شعار الأخلاق، وكل واحد لازم يتنازل عن حقه عشان أخوه. ياه، يبقى أنا كمان كان عندي حق بقى أخبي عليكم مرضي، لأني ما أعتقدش بعد اللي سمعته إن كان في حد فيكم ممكن يسأل فيا. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده، اللي بيحصل ده مش هيستمر، ان شاء الله دي زوبعه وهتعدي. اللي
لسه هيعمل زوباعة بجد؟ هي هدى. ده انا هطين عيشتهم هما الاتنين. من فضلك يا جهاد ما تدخليش نفسك في الموضوع ده خالص. حتى انت كمان يا هدى بقيتي عصبية؟ معلش يا جهاد، الناس بتبقى عصبية من اللي بيعملوه البلطجية. 50,000 جنيه تحويشه عمري لما يلهفوها اخواتها يبقى شغل بلطجة. وصلت بيكي تسمح لجوزك يشتم اخواتك؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ وحجوزي واخواتي سارقني؟ طب ما قلتيش ليه لابوكي؟ لاني عارفه ان هو هيديهم لي من معاه عشان ما نخسرش بعض كاخوات، وهو ما معهوش، كفايه انه باع عربيته عشان يسافر لجهاد. وانا لا يمكن اخد فلوس من انكل ونيس، ده غلبان وحاسه تصعب على الكافر. ايه ده؟ انت هتطول على عز الدين وشرف الدين وكمان انكل ونيس؟ يا اخي يا اخي، راعي وجود جهاد وهدى بناته، عيب عيب يا نادر. طبل له، ها؟ طبل له، ما انت بقيت المطبلات بتاعه. انا ايه اللي رجعني من امريكا؟ الف على واحد واحد من اخواتي لانهم رافضين يتجمعوا؟ متجمعين عند النبي ان شاء الله. يلا اتفضلوا، العشاء جاهز. لسه يا سوسو، لسه ما اتجمعناش كلنا. معقولة العيال ما بيردوش، متأخرين لغاية دلوقتي. ياسمين فين؟ ياسمين خدت شهيرة وراحوا الأوبرا. أنا عايز النهاردة بالذات علشان تغني لنا في القعدة واللمة الحلوة دي. والله هو أنا مش فاهمك يا رومل، عامل لي لمة وقعدة؟ أنت عامل لأولادك فخ. فخ وقعوا فيه خلاص ومش هيقدروا يرجعوا. ثروت وغريب وكراميلا اتشاركوا في مشروع كبير في اليونان. بس المفروض انهم يرجعوا مصر بقى. وليه بس يا انينا هانن؟ ربنا كفانا شر ثروت وجنين غريب دي. لا يا اخ عبد الله، غريب بيه بالتحديد عايزه لتنفيذ حملتي الانتخابيه. مش غريب ده واللي اسمها كراميلا؟ اتلمت المقشه مع البلاعه، الاتنين بقوا جماعه. لا 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 لا. يا دكتور شرف الدين، ايه يا ابني اتاخرت ليه؟ انا مستنيينكم يا ابني. العشاء هيبرد. بهيره تعبانه، تبقى حامل. هم لحقوا كويس، هتبقي جده وتعقلي. فاهم يا شرف الدين، بس يا ابني المفروض كنت تيجي علشان اخواتك كلهم متجمعين، هيتضايقوا لما ما تجيش. احنا عايزين قاعده لطيفه يعني. ماشي يا دكتور، مع السلامه. ونيس، انا عايزك تشوف البدروم اللي تحت في العماره، انا ناوي اعمله مقر لحملتي الانتخابيه. معقول يا دهر دي تبقى رئيس وتبداها الدرون؟ ده انت هتجبنا الارض. والله يا باهر، انا رايي لما تبقى رئيس جمهورية، أنا رأيي تبدأ بالسطوح وأوتوماتيك لوحدك تلاقي نفسك متضايق توصل البدروم. ألو، أي عز الدين، اتأخرت ليه يا ابني؟ مش هتيجوا؟ ليه؟ حورية تعبانة؟ إخواتك كلهم هيزعلوا، ده احنا ما صدقنا نتجمع. طيب يا ابني، على كيفك، مع السلامة. ونيس خد هدى، تليفونك مشغول. ايه يا هدى، نادر مات؟ والله تعبان؟ يعني مش هتضروا تيجوا برضه. يا بنتي اخواتك كلهم جايين هيزعلوا. طيب جهاد وزكريا عندك؟ راحوا سينما؟ طيب يا بنتي، طيب، مع السلامة. ما تتفضلوا بقى نتعشى احنا. يلا اتفضل يا شاكيرة هاني. شكرا، منورانا. الله يخليك، نورك. اتفضلوا. هم الخسرانين، ولادي اكيد هم الخسرانين، هيخسروا القعدة واللمة الحلوة اللي كلها دافة بينا دي. ايه ده ونيس، هم الولاد مش جايين؟ لا مش جايين، كل واحد فيهم عنده حالة عيا سياسي، واحنا العواجيز
عملوا لنا عزل أسري. أهو كده بقى بقينا في عشا عواجيز بجد. إيه ده؟ إيه العنصرية الجديدة اللي بقت فينا دي؟ ده الواقع يا أمينة هانم. في الشباب وفي العواجيز، دي سنة الحياة. أيوة أبويا، إحنا بالطريقة دي هنبقى عايشين في جزر منعزلة، العواجيز لوحدهم والشباب لوحدهم والأطفال لوحدهم. الله، جرى إيه يا ونيس؟ ما أنا شاب أهو قاعدة في وسطيكم كلكم. جرى إيه يا معتزة؟ قصدك يا أختي أنا وإنتي اللي شباب في القعدة. خلاص 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 خلاص، أنتوا شباب وإحنا كهنة عواجيز. لا حول ولا قوة إلا بالله. أهو في القعدة اتقسمنا وراح منا الدفا، واللي بقى فينا هو الجفا. مساء الخير. أهلاً. ازيك ياسمين؟ ازيك يا شهير؟ اتفضل يا سيدي، اهي القعدة بقت كلها شباب اهي. ماه عملت ايه في الأوبرا؟ أما ياسمين غنت حتة أغنية النهاردة في بروفة الأوبرا تجنن. أنا نفسي أسمعك دلوقتي؟ آه، غني لهم الأغنية اللي غنيتيها النهاردة في الأوبرا. بس دي كئيبة قوي. مال احنا في ايه دلوقتي؟ غنيها، هتبقى مناسبة جدا اللي احنا فيه. الوداع ما بقتش اخاف في الدنيا دي.